أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، الحديث كيف يكون دليلا على فضل الصحابة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب وينهى بعض الصحابة أنفسهم؟ إيه، يخاطبهم وينتهون ويأمرهم ويمتثلون، هذا فضلهم، إنهم إذا خاطبهم امتثلوا وأطاعوا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.